ها سمعتوا بإذنكم الموضوع طلع جد. بسيطة يا ابويا، اخطب واحدة ما تطلب الرخصة. يا حبيبي هذا وجهي ذا حد قبل فيك، كلهم متفقات ويعلمون بعض علينا. حتى لو لقيت واحدة ما تشرط عليك الرخصة تلقاها شين وما حد يبيها، ويلا يلا احد يتزوجها. اساسا احنا مطفرين ومو وجه زواج، خلي الرخصة للي مستعد للزواج. يا السبك، الرخصة تخليك مرغوب عند الفتيات حتى لو انك طفران، هي تصرف عليك اذا معك رخصة وش فيك؟ تزوجها وعطها جوها تصرف عليه. عامر ممكن اسألك سؤال؟ الحين ايش الفرق بين الفتيات والبنات؟ يا السلام عليك يا كفتة، اتحداك السؤال الوجيه، صفقوا له يا عيال. ما في فرق، نفس الشيء يا السبق. يا عيال تدلون المعهد. معليش تعبين الاستمارة هنا؟ تعبين الاسمارة. أحبك. أحبك أكثر. عيوني. يخلي لي عيونك. أشتقت لي؟ إيه. غلط. مفروض تقول شوق ما لحد. أخ دائما تروح عن بالي. شو أسوي لك طيب؟ إيه سلامات. استرجل أنت وياه. إيش تبي أنت؟ تغازل الشاي بتقول شبي. يا ابن الحلال شو غازلني؟ قاعد أرجع المنهج، ما تشوف الملخص معي؟ أوه يعني أنت طالب بالمعهد. إيه يا ابن الحلال. غريبة. هم يقولون الرخصة للي توه ما تزوج. أنا توني ما تزوجت وتوني أكون نفسي، ليتني لاحق قبل الرخصة وقبل الغفا. أوف الشغلة فيهم ذاكرة. ليه جايب لك كتاب ذا ولا أبي مثله؟ يا ابن الحلال وشور الخسائر، في جوالي 60,000 محادثة وأحلى من الكلام ذا. يا جماعة آسف على التأخير، كنت أدور على مشلح أبويا. ما يحتاج تقول، واضح إنه بشتبوك. كانس الأرض كنس. ما هو؟ لا أقول ما شاء الله عليك سكبة وطالع حلو، تعال صف بس. تفضل قول لي ايش مشكلتك. يا بنت الحلال الحين انا ناجح في اختبار النظافه الرومانسيه صح ولا لا؟ اوكي. وراسب في الكاريزما، اعيد من اول ليش؟ هذه قوانين المعهد مو بعجبتك؟ طيب اوكي انا بعيد الاختبار بس ادفع 500 ليش؟ لانك رسبت طبعا. لا حول ولا قوه الا بالله. افا يا رولا الحين جيرانكم وتخلونا نمسك سره، المفروض تعطونا الاسئله. ما عندنا واسطات هنا. عامر. اوف محمد. هلا والله. هلا والله، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. شو عندك هنا؟ جاي اقدم على رخصه. اها طلعتوا تعرفون بعض، سبحان الله الطيور على اشكالها تقع. هي والله انك صادقه، الطيور على اشكالها تقع. الزبده هذا محمد جاي يخطب اختي وكرشناه، اقصد هي كرشته، قالت له لازم تجي تاخذ رخصه. اسمعوني انت وياه، أهم شيء في الزواج الاهتمام بالنظافة والتفاصيل الدقيقة. اهتمام بايش؟ نظافة. طبعاً البنات أكثر شيء يهمهم اهتمام بالريحة. اهتمام بايش؟ بالريحة. هذه الغرفة اختبار للنظافة الشخصية، تفضلوا بالدور وفالكم التوفيق. هذه الغرفة لتقييم النظافة. الأول طبعا لو طلعت اللمبه خضراء يعني وضعك تمام وبتسلك، لكن لو طلعت اللمبه حمراء يعني مروح وبتداول. Thank you.
يلا يا ابوي اطلع من حمامك وياه. طيب طيب. يا ابوي ليش تروش هنا؟ تروش ببيتكم. يا شيخ سري لك، بعدين اذا تبي تمشي اختبار النظافه خذ لك دش. شكوش انت تروح قبلي، هيا هيا. ايش فيك انا متوتر؟ ماني متوتر، انا خايف من صوت البوكس. انا زبطت اموري. اخرف علينا. يس عشو 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 وكمان عشو عشو عشو. هيا خليك. ايش تحت لي طال عمرك؟ يلا تفضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الريحة. إيه يا الرجل ده؟ حرام عليك ده طلع لك بنفسي. الله يعطيه العافية عامر، زبطنا تظبيط. يا ابوي هذول ايش وضعهم؟ شكله جاي مشي. والله مدلعنا عامر. بوردينج. احنا اصحاب عامر سواق الطيارة. تفضل انتم درجة أولى تفضلوا. هيا هيا هيا. هذا مكاننا يا عيال. ياسر أبيلت جنب الشباك. موب على كيفك، البوردنج يقول هذا مكان كفتة. كفتة بالكفاءة يا حبيبي. أبغى أجلس جنب الشباك عشان أبغى أشوف الأرض والغيوم. كل هذا عشان تبغى تجلس جنب الشباك؟ لا 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 يا مصلحجي. سك. حي ولد عرفتنا عامر. عامر صاحبي. سلامات، وش السالفة؟ ربي جابك، هذا خوي الطيار عامر، أنا وياه 24 ساعة مع بعض، ترى بخليه ينزلنا الدمام بدل جدة. على كيفك انت وهو، واذا خويك وش تبينا اسوي؟ لو سمحت قوم، ما بيرجال يقعد جنبي. شوف عامر ايش تقول، تبي تقومني من مكاني؟ هذا وانا خويك وانا ضيف عندك. اما عاد ضيف قال طبيتنا انت. خلاص تعال كنت هنا وخل شيرين تجلس لحالها. طردتك البنت، طردتك. تفضل يا عم. اي هذا محلي. ايه بسم الله. ايه يا سلام. اي هذا الكرسي الكبير والزين والمريح. انتم ما تجون الا بالعين الحمراء، لو ما حوشتكم ما زينتوا بكذا. هذا مقعدك يا عمي اساسي، وانت رحت المقعد السياحي بالغلط، واي شيء خدمتي بيه وانا تحت امرك. اقول روحي روحي بس روحي. السلام عليكم يا أخته. وعليكم السلام. شلونك؟ تمام الحمد لله. الاسم الكريم؟ اسمي نوف يا عم. عاشت الأسامية أخت نوفي. عاشت أيامك يا عم. الله يسلمك. سادة الحزام. أربط حزامك. ليش هنا في ساحر؟ ها؟ اللي ما يربط حزامه يرموه من الطيارة. يا أمي. مرحبا بكم، معكم قائد الطائرة الكابتن عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن نتوجه إلى مدينة جدة. هلا والله بالطيارة البطلة. اتحداك يا شيخ.
ليش فكت الحزام؟ ترى بيرمونك مع الطيارة. يا ابوي شوف الإشارة حق الحزام خلاص الآن مسموح، بعدين خيست بريحة الأكل دي طالع حديقة. أبوي يقول خذ معك الأكل لأنه الأكل في السماء غالي، وأنا الحين ما معي إلا 10 ريال. أبوك قد ركب طيارة؟ لا بس ركب قطار. خلاص أسكت. مجنون انت مجنون. انا احسب انك يوم مريت منها تبتسم احسب تقول افتحه. لا تلمسه ولا والله لا ارجعك ورا. لا لا تكفى لا ترجعني ورا الله يرحم ابوك تكفى بجلس قدام ما عاد عودها. سادة دجاج او لحم؟ ما شاء الله ذا طبخس؟ لا اكيد. ايش حابب دجاج او لحم؟ وش احلى؟ انت بتاكل مو انا. يلا اعطيني دجاج شكله حلو. أستاذ إيش حاب الدجاج أو لحم؟ نسيت المحفظة في البيت ولا كنت بطلب؟ يا فقي أفهم ببلاش. الوجبة مجانية أستاذ إيش حاب الدجاج أو لحم؟ نص حبة دجاج ونفر لحم. يا دجاج أو لحم؟ أقول لك في معصوب؟ لا ما في معصوب، يا دجاج أو لحم. دجاج دجاج. وأنت إيش حابب؟ أبغى سمك. للأسف ما عندنا سمك، يا دجاج أو لحم. كيف ما عندكم سمك اليوم؟ قالوا في سمك. صحيح بس المرة هذه مو موجود، يا دجاج أو لحم، اختار. ما لي صلاح، يا تجيبوا لي سمك يا أضرب على الأكل. براحتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الركاب، الرجال الالتزام بمقاعدكم. أما بالنسبة لشكش وكفتة وياسر، أتمنى منهم أن يأتوا إلى المقصورة وشكرا. وأنت صرف نفسك. أبشر. هيا هيا. هلا والله بعامر. هلا والله بالعيال. ايش هذا ايش هذا؟ ايه لا تمسك شيء، هذه طيارة مو بلعب. تكفى عامر لا نصدم. ها كان في احد يتكلم عيال معكم. معهم انت؟ اصدم انا اصدمي ورعب. هنا كنقل اجواء تدريس يا بزر. والله انك خطير يا عامر، ما توقعتك كذا. يا ابوي ايش الازرير الكثيرة ذي؟ يووي كم ماشي شكلك مسرع. وين مسرع؟ ماسك الدايري انا. هذا الطيران طيران يا عليمي. تكفى عامر هبقعد مكانك، ابغى اصور كم سنابه ابقهر العيال فيهم. مهبول انت، هنا ممنوع. لكن تدري شلون؟ خلاص خليك مكانك وصور سناب بس منشني. طيب. هلا والله باحلى متابعين، الحين احلى فره بس مو في الارض في الجو. شوف الطياره، هذا كود سنابي، ها ضيفوني ولا تنسون تدعمون الكابتن عامر، هذا كود سنابه برضو. سويتها وصرت الكابتن عامر ولا ما سويتها؟ يا حبيبي انا اللي يتحداني يتعب. ما عليك منه يا عامر، قول وفعل. بس ايش فيك تارك الطاره؟ امسكها لان اقبع. اقبع؟ مهبول انت، هذا طيران آلي. يعني هي تدل، تقول لها رياض، دمام، باحة، اي مكان. اها، طيب والشفاء؟ الشفاء؟ تنكت انت وجهك، انزل. انزل، خلاص خلاص تعال. احلى عامر بطل صديقي. يلا شباب تفضلوا على بقاعدكم. جاهدي واحد كرسية يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، كفتة. فقدتني يا عامر. اي والله فقدتك، بس يوم كنت معاكم تتريق وتطقطق علي كل يوم. انا اسف يا كفتة، سامحني تكفى والله ما عاد اعودها. وعادي انت بتطقني عادي، ترى طقني. اسف ما اقدر، اخلاقي ما تسمح لي. من زين اخلاقك. كفته كفته امزح يا كفته. عامر عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته وينك من امس؟ ادق على جوالك مقفل. انت صاحي مو جابك عند بيتنا؟ ابد، جيت اطمن عليك واشتقت لك يا حبيبي يا كفته. يا لا تبوسني يا اخي، هذا جزاتي، احبك وجاي اطمن عليك تسوي فيني كذا يا كفته. اصلا اكثر واحد يكرهني انت. قسما بالله غير صحيح، لا تسمع كلام العذال يا كفته. اقول لك انا عندي مشاوير ماني فاضي حق البربره حقك هذه. يلا مع السلامه. والله والله ما تقضي اي مشوار الا معي، وعلى حسابي اي شيء تشتريه. امش. هاي كفتة كيف؟ حلو بس أبغى حلا. لو سمحت
عطنا واحدة كليجة هولندية. ابشر. الله لو يجمعوا لاتيه. والمخلوط؟ بحطه في الثلاجة لبكرة. أبوك يا الاستغلال. لكن ابشر بعزك يا كفتة تستاهل. لو سمحت عطنا واحد لاتيه وواحدة كليجة هولندية. باقي شيء يا حبيبي يا كفتة؟ خليها في الليل. بالليل عندنا عزيمة بالاستراحة. إيش المناسبة؟ المناسبة نبي نقول لك الحمد لله على السلامة. أقصد مع السلامة. وين خويك من الموت؟ توا ما جاء. بعدين تعال ترى هو ما يدري. لا تفضحنا. مرحبا يا جماعة. حيا كفتة. حيا كفتة. هذا الدفش جايبينه لك مخصوص علشانك. اهلا حبيبي. لا 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 تقرب منه وتعديه. خليك بعيد ها. بعدين ترى عليه ضمان. استرح خليك ثقيل. يلا تحيه للحاضرين كلهم واحلى تحيه خاصه الكفته. الله يحفظك ويطول بعمرك ويخليك لنا واستودعناك الله. لا قل له هزين. قل له قل له ايش يقول لي؟ يقول لك وش حاب تسمع. ابغى اغنية وداعية. وش دراك؟ عن ايش؟ وش دراك؟ قلبي يهواك، وش دراك؟ قلبي يهواك، وش دراك؟ قلبي يهواك. استرح استرح استرح، ولا داعي ولا داعي. اقصد وش حاب تسمع يعني؟ لا لا عندي عندي. عندك؟ عندي اغنية ها. يلا طيب. رحوم يلي مات باول شبابه توا صغيرة سن ما عاش دنيا مرحوم يلي مات بأول شبابة توا صغيرة سن ما عاش دنيا. هذا خويك اللي موت؟ ايه هذا هو. هذا جمس قضى عشرة. كل ما شاء الله لا تلحته. نشيط. كل ما شاء الله طيب. نشيط. خلاص خلاص غن غن غن. هاي شوف كيف يولق عادي نطنط. معقول هذا راح يموت دحين؟ شايفين كيف فرحان ومبسوط؟ كذا مناعته حتزيد واحتمال ما يصير كلام الدكتور ويعيش كفته. الجانب النفسي جدا مهم. انت وعامر اخر من حتى عن الجانب النفسي. انتم الوحيدين اللي دمرتوا كفته نفسيته. يا عمي ما قد اذيته. يا ابوي ايش اللي ما قد اذيته وانت شغال بالاربع والخمسه تهزمه في الصوني؟ ايش دخل يا ابوي ذا بلاي ستيشن؟ يعني اخسر عشان يحللني؟ اي والله يا اخوان ترى لازم قبل ما يموت يحللنا. حللك انت يلا تحج عنه عشان يحللك. اسمع يا حبيبي كفته من اليوم ورايح ما في روح لبيتكم. ما نبي نفارقك ولا دقيقه. اكلك وشربك ونومك ومصروفك كله علينا وهذه غرفتك. ها بيتك هنا. بيتك هنا في داخل القلب لو جيت. يا اسكت اسكت صوتك زفت. وهو صادق صوتك زفت. لا تغني ها. وانت بعد كثير كلامك يا عامر. هيا هيا اطلع برا انت وياه. يلا خلونا ننام. يلا الحين وش اللي حادنا على المذله ذي؟ والله اني ودي ارثعبه واخربها. يا ابن الحلال تراك مسوي كل هذا الشيء عشان يحللك قبل ما يموت. تحمله كم يوم. هي بس غبني وانا اكثر. وانا اوريك كفته. امشي امشي. جود مورنينج. صفب يا مستر كفته. طبعا اطباق الفطور اليوم عندنا الكروسو وعندنا التونه التونه متاتا وعندنا كمان الاومليت اللي هو البيض المخفوق. ترارارا. وهنا جايبين فرنش توست من فرنسا وتحديدا مدينه بوردو لعيونك. ايش هذا؟ فطور فندق؟ ما ابغاه. عفوا مسيو ليه ما عجبك الفطور؟
أنا آسف لأنه حقيقة ما يشبع. هاي فقي أنت وربي أشبع وجهك بذا. أهدى. إيش تبغى يا طول عمر؟ أبغى كبدة. كبدة! ألحق الكبدة يا ولد. بل 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 يا ولد شوف كيف مسح الصحن مسح ما بقى فيه ولا لقمة. معقولة واحد يأكل الأكل الكثير ده ويموت؟ اذكر الله ولا لا تنحته. ايش كنت عودي؟ أرسل لك الترجمة بالواتس. اسكت لا يسمعنا. كبدة أزيدك؟ لا بس شبعت. خلي الشباب يأكلون دحين. حاب تغسل طال عمرك؟ لا ما يحتاج. أنا إذا كنت ما أغسل. أصلاً بتتغسل كلك قريب. ما هو؟ أقصد بالعافية بالعافية. يا ولد عندك شواحن؟ شواحن؟ يا هلا والله ومسهلا. نورت المحل يا شنبو. هل بقى؟ هامرني وش تبي؟ نبي شواحن. بس شواحن؟ أبشر بعزك. عليها ضمان. عليها ضمان وما جاك علي. ورني إياها. همشي همشي قدامي. أبو الشباب أنا بسافر شرم الشيخ وبي شورتات قوية من الآخر. أهلين عزيزي العميل. عندك شو الديزاينات هذه جديدة واليوم نازلة. بس لمين؟ جدتي أكيد لي. لك أنت؟ كم مقاسك؟ 4X 1L 4X 4X بكل ثقة قاعد تقولها. متخيل شكلك أنت وأنت متكي كذا على الشاطئ والمطبات الهوائية دي كأنك حوت. تجيب لي شورت ولا فقع وجهك. عامر عامر سلامات سلامات سلامات. خير إن شاء الله. وش فيك متفلت عزيز العميل؟ أبي شورتات هالحين الحين تطلعوا لي واحد. كل هالزحمة عشان شورت؟ أبشر بعزك بس لا يكون لك. أتحداك السروال البطل. عاد الحين تبين أوصل لك بالهلي ولا أشحن لك بسطحة؟ لا حطه في صندوق موتري. أبشر أبشر بعزك. طب اسمع لا تنسان من السنابات بشرم الشيخ وترى يضبط عليك التان. لا تنسى تسوي تان. أوكي هلا والله بالمسافر البطل. حسابك 380 بس عشانك خليت الحساب 300. يوه ما عندي الا 100 ريال. ما توقعتكم غالين كذا. خلاص ما عاد اجيكم مره ثانيه. لا 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 خلاص اعطيني ذا 100 وجيب الباقي بعدين. وليه هذا كله؟ عشان شعارنا العميل اولا. وين المدير وين؟ يلد يلد وين المدير؟ انا المدير بس ما لي دخل. شلون مالك دخل؟ طقطق علينا انت؟ لا يعني بس مدير شكل. شكل؟ اركض في ديتك. وش فيك متفلت عزيزي العميل؟ معطيني شاحن خربان. رجع فلوسي. سلامات. هذا الشاحن قديم ولا عندنا مثله. تلعب علينا انت؟ يا رجال هات من العب عليك. والله لا اشتكيكم وحوسكم حوس. تغريب وتقفيل وترحيل. تغريب وتقفيل اوكي. بس ترحيل فاهم غلط انت. ترى انا سعوديين ومع ذلك ابشر بعزك. مالك الا شاحن جديد وابشر بالحق. تفضل حياك الله على عشاك. هذه ذبيحة كاملة وفوقها 20 شاحن. يا ربع الموضوع ده علشان ايش؟ لانه شعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. تفضل يا الربع. لا العميل اولا. العميل اولا. العميل اولا. وانا الثاني يا عيال. وانا وانا بسم الله. يا عيال هذا اليوم الثاني لنا بالمحل. ما نبي العميل يطلع الا هو راضي. لان العميل يجيب عميل. وشعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. انصراف يا ابوي. ايه ابغى اجازه كذا يومين بروح جده. يا ابوي انا تعب وكرب. ايه لا تسوقها. ترك ما داومت الا لك يومين وانت بريح قسم. لا انقلك الحين نقل تاديب لقسم المنظفات. والله انت تطلع الريحه من راسك وتصدع. ايه اهدى من كذا. تراني زي زيه. لا تخليني. ها لا تخليني. وشو ورشي عشوة. شعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. انصراف. اسم الكريم كفتة. وين عم مليون يا كفتة؟ اسمع انا عندي سفان ما ابغى المسبح يكون عميق ولا في ثقب عليك. وجه الله ما تبيع لي الا بضاعه مزركشه. موجود ولك حق التجربه. متى هذا المسبح على الشرط؟ كيف المسبح يا ولدي ظافر؟ وهي بظله يبا
لحظة، بكرة من نبت الصايم بشتري لك وعلى نخرة تيتا. افتح الشنطة يا درج. لا يا عامر مو بكذا، غير صوتك. افتح الشنطة يا كفتة يا حبيبي. يلا نزلوا الأغراض أنتم. أنا والله ما فيني حيل، عندك الشغالة تروح تنزل الأغراض. أوكي ماما. السلام عليكم. مساء الخير، وين بيان؟ يلا حيهم، تفضلوا تفضلوا، بيان داخل. الله حيهم. مين أم صالح؟ أنا. بيعطيك ألف عافية، أكلك أمس مرة يجنن. الله يعافيك رب إن شاء الله ويسلمس. من اللي معش؟ إي صح، بعرفكم، أنا بيان وهذه بنت خالتي لينا، والحفلة اليوم مناسبة تخرجها. يا لبيه يا لينا، ألف مبروك يا قلبي والله. الله يعافيك يا خالتي ويبارك فيك. أم صالح وعرفناها، من اللي معها؟ صالح. صالحة. وانا عامره. عامره؟ ايه عامره. عندك مشكله؟ لا ابد، تعشت الاسامي. انا ميري. هذه شغالتنا. انا ميري. عشت الاسامي ميري. المهم الله الله. عيب عيب يا بنت، ما تستحين. وش فيك؟ بسم الله عليك، بسالها بس على المانيكير. الشعر وين مسويته؟ في الحلاق. حلو صح؟ سويته بمشغل مو حلاق. بعدين اعطيك الكرت حقهم. المهم يا بنات، ابيكم تبيضون وجهي قدام الضيوف، ابي الاكل ولا اروع. ان شاء الله مادام تسعة اكل جاهز. تسعة مين يا ميري؟ هذاك اول، حنا عشانه ما ينزل الا بعد الساعه 12. 12 بدري، خلوها الساعه 6 الصبح، ما ورانا شيء. ودنا والله. ترى الافتر بارتي له حساب الحال. لا ما يوقع افتر بارتي، احنا اتفاق عشاء سوي عشاء. يلا روحوا مادام روح. اوكي يعطيكم العافيه. طبقوا هذولي مع بعض، قالوا يعطيك العافيه. يلا يلا روح جيب الاغراض بسرعه. يلا انت خليك هنا، روح جيب الاغراض. الو وينك يا مره؟ ما حطوا العشاء الحين؟ اسمعيني يا مره، انا ماني فاضي، انا بكره عندي دوام بدري. يلا يا اخوي الحريم، دول لا تعطيهم وجه، والله ما يطلعون الفجر، حتى عشاهم ما قلطوه. ما تعشوا لحد الحين امانه. يمكن صوارة الغاز منتهي عليهم،
خلينا نكلمهم ونشوف ايش الموضوع. الو شكوش، خلصت العشاء يا ولد؟ ايش تبغى؟ مشغول انا. يلا يلا كلم عامر وصالح وياسر، انا طفشت والله برا، خليهم يخرجوا. من تكلم انت؟ اصحابي. واصحابك ذولي وينهم فيه؟ داخل الشاليه من الساعة 7 لحد الحين وننتظرهم هنا. يعني في رجال في الشاليه؟ ياوع. الو، في رجال عندكم في الشاليه؟ اطلعي اطلعي الحين. وش هالكلام؟ خليني اشوف بيان. يلا باي. بيان، توش كلمني فيه رجال في الشاليه؟ نعم رجال. اجل عامره، ها جيت بوقتكم سمو، تفضلوا حياكم الله. الله لا يحييك، ما في طلعه من هنا لين تكشفون وجيهكم. صالحه يا لبيه هاججه. انا اوريكم هين.